السلام عليكم. قناة فليق القدس تتحدث عن قصف الجيش الإيراني قاعدة إسرائيلية في الجولان بخمسين صاروخا باليستيا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت قناة فليق القدس الإيراني عن أن إيران انتقمت لمقتل عناصر لها في قاعدة تي 4 السورية بقصف قاعدة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل بخمسين صاروخا. وذكرت القناة عبر حسابها على التليجرام أن إيران انتقمت لمقتل عناصرها في قاعدة تي 4 السورية بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل 7 من القوات الإيرانية في عام 2018، مشيرة إلى أن رد طهران حينها تمثل في قصف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل بخمسين صاروخا. وأضافت أن الإسرائيليين طوقوا القاعدة بأكملها بعد الهجوم فليق القدس الصاروخي، وقاموا بحجب الأخبار من أجل التستر على الأضرار التي تعرضت لها. متابعة، خبراء إسرائيليين اعترفوا أن إطلاق 50 صاروخا على قاعدة إسرائيلية أمر غير مسبوق أثار الرعب. من جهة أخرى، نقلت القناة عن مصادر سورية غير رسمية قولها إن إيران وسوريا قررتا القيام بعملية مشتركة للرد على هجوم الكيان الصهيوني على سوريا، والذي أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وعدد من القوات السورية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.